محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في الساعة 10 ليلا في مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف. ليل على قولتي يقودوا خيل. سكوت. لا واحد من عندهم عزبنا. لا واحد من عندهم شربنا. لا واحد من عندهم مكننا. الحياة شلون يعني يقول له سكوت. من كان منهم يتكلم الكثير فقد سكت، ومن كان منهم كاذب فقد ابتعد عن كذبه، ومن كان منهم زاني فقد تاب عن زناه، ومن كان شاربا للخمر لن يحصل على الخمر الآن، ومن كان يفتن بين الناس الآن قد التهى بنفسه. فيا أخوان عليكم بالتوبة قبل أن يفوت الأوان، ستحصلون على هذا المكان. إحنا قلنا كل واحد شلون هنا يحصل لمشين بالنجف. حصل مشين، بس كون مشين زين، مشين تحصل زين كون. أما يكون حفرة من حفر النيران، وأما روضة من رياض الجنان. إحنا نريد كون روضة من رياض الجنان، حتى شنو؟ لأنه إحنا أجسادنا رقيقة، ما تتحمل لها بزة أبرة نخاف يضربنا المضمد، ما تتحمل. فيا أخوان الأعزاء، باب التوبة مفتوح ما دام شلون تشتم الهواء. أنا ذاك اليوم ما حد قال لي أنا الله يكرهني. قلت له ما يكرهك أنت، لو الله يكرهك ما حطك بالدنيا، أنت من المخيرين عنده. فإحنا ما دام نشتم الهواء يعني إحنا عندنا فرصة موجودة، وهو شنو؟ التوبة. غير التوبة ما عندنا. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة أمامه. حتى شنو؟ حتى احنا بعد ايام، ترى ايام معدوده، ودعتكم ما تسوى. بالاخير هذا القبر مالته، هذا اللي ينحصر. اسال من الله سبحانه وتعالى ان يستر علينا جميعا، وان يحفظنا، وان يجعل قبورنا روضه من رياض الجنان. واسال من الله سبحانه وتعالى انه انا راح اقرا الفاتحه الى اموات الناس اجمعين، كل الاسلام. هذه فاتحه تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة.